لطالما شكلت اللقاءات القاريه عائقا بالنسبه للأنديه المغربيه مع البرمجه الخاصه ببطوله اتصالات المغرب والسبب تراكم المباريات المؤجله هذا ما جعل الفرق المتضرره في أسفل الترتيب ونظيرتها في المقدمه تطالب بتأجيل لقاءات الأسبوع السادس والعشرين لتتساوى حظوظهم جميعا فأندية الفتح ومولودية وجدة والمغرب الفاسي إلى جانب صاحب المركز الأخير أولمبيك خريبكا خرجت لتحتج على لجنة البرمجة والمسابقات داخل العصبة الاحترافية مطالبة إياها بعدم إجراء المباريات المتبقية من عمر البطولة حتى اتحاد طنجة انضم لباقي الفرق حيث راسل الجامعة الملكية المغربية بتحديد تواريخ المباريات المؤجلة قبل برمجة نزاله ضد الفتح في الجولة السابعة والعشرين فارس البوغاز وبعد أن عزز من فرصه في المنافسة على اللقب يرغب بدوره باستكمال المؤجلات ومعرفة موقعه في سباق الصراع على المركز الأول خاصة بينه وبين الوداد نقطة وحيدة قبل إجراء باقي النزالات المتبقية لرفاق رضا الهجهوج المغرب الفاسي في شخص رئيس محمد المرنيسي طالب بتقديم المباراة المؤجلة بين الدفاع الحسني الجديد المتواجد في المرتبة الثانية عشر مع الكوكب المراكشي والذي تفصله ثلاث نقاط عنه في المركز الرابع عشر ليتضح مصيرهما أكثر في سبورة الترتيب العام يبقى المتصدر الوداد البيضاوي الفريق الوحيد الذي لم يخرج لحدود اللحظة بأي بيان يطالب فيه بتأجيل مباريات الجولة القادمة فرغم غيابه عن ثلاث مباريات لم تتأثر مرتبة أبناء توشاك في الصدارة لتكون الفرصة مواتية أمام حامل اللقب لتوسيع فارق النقاط إن عرف كيف ينهي لقاءاته المؤجلة لصالحه النسخه الخامسه من بطوله اتصالات المغرب بلغت اسابيعها الاخيره وانديه المقدمه والمؤخره تترقب وبشغف كبير توقيت المواجهات العالقه في ذمه المنافسات